نقرأ لكم جزء كيف يتم الموضوع حسب مصادرنا، وهي أكثر من مصدر في الحقيقة. في شخص آخر أيضا وهو عقيد ويسمى عبيدة إسماعيل، هو أيضا مشترك، كان مشترك معهم في عمليات تهريب الذهب. عبيدة إسماعيل هذا تم تحويله إلى مويلح في منطقة الجلفة في بعد 2018 لما انتقل صواب إلى وهران. على سبيل المثال نزول هذا عبيدات بسرعة. عبيدات إسماعيل كان يخرج مع البلونتون كريم هنية والسائق بن دوة والملازم الأول من ولاية ميلان تاع الأمن الداخلي الذي أصبح نقيب بعد ذلك، وتم تحويله إضافة إلى مجموعة من العسكريين المنحازين له بمنطقة تاوندرت وتاصيلي. أين كان يترصد المهربين؟ وش يعملوا؟ هذو مجموعة عسكريين ضباط جزائريين ومعهم صف ضباط يترصدوا يشوفوا هؤلاء اللي يبحثوا على الذهب، وأحيانا أيضا المهربين تاع المخدرات. قانونا هم من حقهم يفعلون ذلك لأن حماية للحدود، تهريب أموال الشعب، تنقيب على الذهب بدون حق، إدخال المخدرات إلى آخره. لكن ما يحدث هو المهم. المفروض أنه حينما يخرجون ويلقوا هذه الأشياء يجوا يجيبوا الذهب أو يجيبوا الآلات نتاعه ويجيبوا الأشخاص اللي اكتسوا أو المخدرات أو المواد المهربة وينقلوها المفروض إلى قيادة الناحية العسكرية السادسة أو إلى السيكتور سواء في برج باجي مختار أو في عين قزام أو يعني إلى المراكز الأمنية والعسكرية. لكن هم لا يفعلون ذلك لأنهم لا يقومون بنقل هذه المحجوزات بشكل قانوني كما يقول عليه القانون. إنما يأخذ هذه المحجوزات سواء كانت مخدرات أو كانت ذهب أو كانت مواد تهريب يأخذها لمصالحهم. مثلا هذا عبيدات إسماعيل يترصد المهربين سواء كانوا أفارقة أو من أبناء المنطقة، منطقة تنزواتين، وحين يمسك بهم أحياء يسرق ما يملكون سواء ذهب أو ماكينات تنقيب أو أسلحة أو سلع أو مخدرات إلى آخره. وبدل حجز ما يمتلكون وتقديمه لمصالح الجمارك والدرك كان يقوم بقتل أحيانا برمي جماعي وقتل هؤلاء، هذا عبيدات، ويتخلص منهم بدفنهم جماعيا باستعمال أحد المقاولين الذي تم جلبهم لتعبيد طرقات تينزا نظرا لترشيحها كولاية منتخبة. وبدل فيما كان يتفق مع أحد بارونات التهريب المعروف في المنطقة باسم حمى الهمال هذا مثل سي عفيف في مستغانم، مثل جميعي في تبسة، و الآخر هذاك سعد بوغرنوس ولا شو اسمه، مثل آخرين في البيض، في بشار، في سعيدة إلى آخره. هذا حمى الهمال وش يدير مع عبيدات هذا؟ بالإضافة إلى أنه يساعد حمى الهمال هذا يقول لهم وراهم الأفارقة، وراهم الجزائريين، وراهم اللي راهم يسرقوا في الذهب أو اللي مهربين السلع إلى آخره. لكن كاين مهربين كبار آخرين تتبع لهم الطريق. وش معنى تتبع لهم الطريق؟ بمعنى أن هذا العقيد، عقيد إسماعيل وآخرين يطفوا الضوء، يغمضوا عينيهم لما يجوا المهربين يمروا لتهريب السلع اللي تحتاجها مالي، ويجيبوا السلع من مالي إلى الجزائر اللي تحتاجها الجزائر. بكم؟ حيث أنهم كانوا يتفاهمون على مخطط لبيع الطريق له ولمجموعته نتاع المهربين، كانت تتكون مما لا يقل عن 200 ستيشن تزود مالي بالمازوت والمواد الغذائية والحليب، وأحيانا حتى من أسلحة تسرق من الثكنات الجزائرية وتباع في مالي. هناك أسواق في مالي للسلاح في شمال مالي، وأحيانا تباع للجماعات المسلحة سواء كانت جماعات التوارق الأزواد أو الجماعات نتاع المافيا أو الجماعات اللي تسمى إسلامية. سلاح جزائري يخرج ويباع لهؤلاء. يمر ماذا؟ يمر عبر مع السلع اللي تهرب
فيه. واش يديروا هاد الجماعه؟ كل سياره ستيشن هذه فيها سلع تقدم 3 ملايين ونص، تقدم 35 الف دينار كل مهرب، في الغالب مهرب بارونات كبار، كل واحد عنده 50، واحد عنده 100. مثلا عندك 100 سيارة تقدم 350 مليون إلى العقيد إسماعيل عبيدات ومن معه من الضباط بطبيعة الحال، دايرين مافيا يعني، وتقوم أنت بإخراج السلع، 100 سيارة هذه بالسلع المهربة من الجزائر أحيانا بما فيها السلاح، وتعود من مالي بالسلع اللي تحتاجها الجزائر. هاي المافيا، هاي كيفاش عندما يكون ما عندكش رقابة، ما عندكش إعلام، ما عندكش قضاء عادل أو قضاء مستقل، ما عندكش إعلام مستقل، هؤلاء يفعلون ويولوا بارونات ويولوا مافيا بأتم ما تعنيه الكلمة. هذا واحد من القضايا. طبعا لما فضح الموضوع نتاع هذا اسماعيل عبيدات الى اخره، عندما يفضح واش يقوم الجنرالات اللي هما ايضا في الحقيقه فوق كل عقيد كاين جنرال، يقوم بالاطاحه بالشخص، ارساله الى مكان اخر، يعني تفضحت الامور ولا معروف، تحرقت الورقه نتاعو، اللي يكونوا معنيين يتم استبدالهم بعسكريين اخرين، ويجوا عسكريين جدد ويقوموا بنفس العمل لمصلحه بعض كبار الجنرالات هناك. هذا عبيدات كان يشتغل لمصلحة صواب، كما أن عبد الوهاب كان يشتغل لمصلحة صواب، وهذو عقيدين هنا نذكرهم بالأسماء. العقيد عبد الوهاب اللي نجاه، لأنه لما فضحت هذه الأمور كان لقيت صالح كان مازال حي، لما تتفضح لازم يدخلهم للسجن. في الحقيقة اللي نجى عبد الوهاب هو شنقريحة اللي تدخل لكي لا يعتقل عبد الوهاب أو لا يسجن، وبعدين شنقريحة عينه الآن كشخص ثاني في دي سياسة، في المديرية المركزية لأمن الجيش، وربما في أي لحظة تتم الإطاحة بزميرلي وعبد الوهاب يأخذ المكان تاعه. من بين أيضا المسؤولين، كنت ذكرت المرة الماضية أحد المقربين من صواب، اللي بعد ما صواب انتقل إلى وهران تغير المكان نتاعه وأرسلوه إلى ملحق عسكري في نيجيريا، ايش اسمه؟ لك نشوف الاسم هنا، ذكرته المرة الماضية. نقطة أخرى إضافة إلى هذه القضية، طبعا هذه القضية من كما قلت سأشير إليها إجمالا في انتظار أن نعود نرجع ربما بكثير من التفصيلات وكثير من الأسماء للموضوع. حبيت نعطيكم فكرة فقط عن الأمر. المرة الماضية أيضا ذكرت لكم أنه مش فقط يتم هذا الموضوع، هناك أيضا موضوع آخر وهو موضوع نقل المؤونة ونقل المعدات من عين قزام ومن تمن راست إلى الكتائب الفرنسية المتواجدة في شمال مالي. بعض هذه المعدات والمؤونة تأتي مباشرة من فرنسا، تحط الطائرات، لماذا؟ لأن هذه طائرات نقل لا تستطيع أن تحط إلا في المطارات الكبيرة، يعني مطارات المخصصة لاستقبال طائرات النقل العسكري. حتى السلاح الفرنسي اللي ينقل اليوم إلى مالي وإلى النيجر يمر عبر تمن راست وعبر مطارات في الجنوب الجزائري، لأنها تقدر تستقبل طائرات عسكرية للنقل العتاد، في حين أن شمال مالي والنيجر مليئة بالمجموعات المسلحة، سواء كانت الاستقلالية أو الإسلامية أو الإرهابية أو المافيوية، أي واحدة منهم. فأأمل لهم أن يتم نقل هذه الأشياء إلى تمن راست وإلى
المطارات الجزائرية المحاذية للنيجر ولمالي، ويتم نقل هذه المعدات العسكرية والأكل إلى آخره، وهناك جزء من الأكل قدمه الجزائر مباشرة، خاصة ما تعلق بالأمور اللي هي كما المازوت وكما الكيروزان وكما أشياء معينة تقدم إضافة إلى بعض المواد الفلاحية أو الزراعية، تقدم مباشرة من الجزائر إلى الجيش الفرنسي. أين الجزائر ونحن نقترب من الذكرى 66 إلى أول نوفمبر؟ أصبحت في الحقيقة قاعدة خلفية لوجستيكية إلى الجيش الفرنسي اللي يحتل نيجر ومالي. طبعا عنده عدة دعاوي، أهم شيء هو مكافحة الإرهاب والمجموعات المسلحة. والسؤال، كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟ هذا الوضع في الحقيقة سيصبح ترسيمه ومرسم بعد اعتماد دستور الاستعمار هذا، ويصبح الحديث على نقل قوات جزائرية حديث معلن وليس سري كما هو الحال على الأقل من بداية 2013 عندما غزت فرنسا رسميا مالي في 11 يناير 2013، واللي جات بعدها قضية تغنتورين، والناس عارفين هذا الأمر. موضوع مثلا كان أحد الأفاضل اللي يتابع الموضوع هذا مليح أرسل لي قوائم تاع الذهب، أيضا لما نرجع للذهب وتجد أن من بين الناس اللي أعطاهم دي ليسونس باش يستغلوا المواد الثمينة هذه، هناك يقولوا أن في الجزائر على الأقل هناك 700 مادة ثمينة، يعني ذهب واحد منها وإضافة إلى الماس وإلى أشياء أخرى، 700 مادة، بل أن هناك بعض أنواع التربة الجزائرية، تربة فقط، تراب تسمى التربة النادرة. هذه التربة النادرة هي في حد ذاتها سلعة. من بين اللي أعطاه لهم ليسونس مش فقط ربراب وهو في السجن، ربراب طلقوا بعد ما مات القايد صالح، طلقوه في نهاية ديسمبر 2019، لكن الإخوة كوني ناف موجودين الآن في السجن، لكن الشركة نتاعهم عندها طاول هذه ليسونس في نهاية العام 2019 وفي بداية 2020 قدموا دي ليسونس على البحث على المعادن النفيسة، من بينهم هذه الشركتين، خاصة شركة كوني ناف اللي الأبناء الأربعة قالوا أو الإخوة الأربعة راهم في السجن.